في مصر نتوقف مع حملة تسأل عن السلع الاستفزازية بالتزامن مع قرار زيادة التعريفة الجمركية على أكثر من 360 سلعة، منها الأفوكادو والكافيار والتوت البري وطعام الكلاب والقطط، فضلا عن معجون الأسنان والشامبو وأجهزة الحلاقة التي جاءت تحت اسم سلع استفزازية، ما دفع بالمستخدمين إلى السخرية والتساؤل عن ماهية السلع الاستفزازية وما إذا كانت السلع هي الاستفزازية أم الأسعار، وهل جميع هذه السلع غير ضرورية فعلا؟ معجون الأسنان ضروري. لوحة ثلاثية الأبعاد على جدار في فناء منزل رسمها شاب ووثق ذلك عبر فيديو. اللوحة التي حظيت بثناء كبير تعود لفنان سوري في الفيديو التالي، تحدث لتفاعلكم عن هذه اللوحة بشكل موسع. نتابع ما قاله الرسام السوري أسامة فارس. استغرقت هذه اللوحة مني 18 ساعة متفاوتة على عدة أيام. لم أتوقع أنها ستحظى بهذا الانتشار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله رأيت إقبال كبير وتفاعل من الناس عليها. فكرتي هي التعبير بطريقتي عن قوى الشر والظلام وقوى الخير والنور في العالم ومدى حاجتنا للسلام العالمي. فيسبوك سيكون عائقاً أمام عودة المسلسل الشهير فريندز، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة The Independent البريطانية عن الممثلة الأمريكية جينيفر أنستن المعروفة بدورها ريتشل في المسلسل. جينيفر كشفت عن اعتقادها بعدم ملائمة أفكار المسلسل لعصر الشبكات الاجتماعية، ففي الماضي لم يكن الانغماس بهذا الشكل في الهواتف الخلوية وتفحص الفيسبوك والإنستغرام، بل كانت السمة اللقاء واقعياً، وهذا هو ما فقدناه على حد تعبير.